وهذولي بيبي بوتيتوز. راح اسوي لكم اليوم ادام مسالة اسمه آلو بالك مسالة. بسم الله، السلام عليكم. آلو يعني بطاط وبالك يعني سبانخ. نحط ماء مغلي، وعلى الماء المغلي ننزل سبانخ مغسول، نخليه يتنقع لين يذبل. إذا ذبل نشيله من الماء وننزله في الخلاط، وعليه عين جمل، فلفل أخضر، بهارات صحيحة. نقفلها ونروح نخطوها. نزيد شوية ماء، يكون كذا جاهز بحال القوام. زيت، نزل البصل، نزل في النص، ونزل جليل. نقلبهم بالزيت لشمت ريحتهم، خلطهم مع البصل. تشقر، نزل الطماط، فلفل شوي، ملح، كركم، كزبرة، فلفل أحمر، قرن مسالة. خلط المكونات، شوي ماي. أول ما يغلي نقص النار وغطوه 10 دقائق على نار هادية لين يذبل. الحين نهرسه، نزيد شوية ماي، نخلطه. بطاط مسلوق، ونخلط البطاط معه بس خلطة عدلة، وننزل عليه الماي اللي سلقنا فيه البطاط. ليه؟ عشان النشا اللي فيه يعطينا قوام سميك. إذا بدأ يغلي نزلوا الخليط حق السبانخ، ضيفوا شوية ماي عشان تنزلوا أي شيء في الجوانب، نزلوا كله، خلطوه. لا تنسوا توازن الملح. وإذا بدأ يغلي حطوا على نار متوسطة وخلوه تقريبا 5 دقائق لين تخف كمية المرقة، يصير ثقيل. جهز ثقل، خلاص نطفي النار ونغطيه إلى وقت التقديم. جربوها بألف صحة وهنا.